حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعه ان عامر بن ربيعه اخبره قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحله يسبح يومئ براسه قبل اي وجه توجه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاه المكتوبه